ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده هنعمل صينيه جلاش حادق، وهتكون الحشوه معانا مميزه بجد، هتعجبكم جدا وهتعجب الولاد. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو وتشوفوا الجلاش عملناه ازاي. عايزه اوريكم التسويه بتاعته من فوق اهي، شكلها تحفه، وكمان من تحت متحمر وكمان مقرمش وطري من جوه. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا عملنا صينيه الجلاش ازاي. خليكم معايا. صينية جلاش بس بحشوة حلوة جدا وفيها مكون حلو قوي قوي قوي، اتمنى ان انتوا تكونوا بتستخدموه وتدخلوه في وصفاتكم. معي هنا صينية او طاسة فيها بصلاية مفرومة ومعلقة من السمن النباتي او الزيت، المادة الدهنية اللي انتوا تفضلوا. هدبل بس البصلاية، انا مش عايزة لونها يتغير. البصلة دبلت معايا هنا، ومعايا فلفل رومي وفلفل الوان، هبتدي انزل بيهم على البصلة. اللي حابب يحط فلفل حراق، دي حاجة اختيارية ترجع لكم. هدي تقلبتين كده للفلفل معايا برضه، هو كمان انا مش عايزاه يدبل قوي، يدوب بس ايه دقيقة او دقيقتين كده على النار. الفلفل اخد تقليبتين كده مع البصل، وتعالوا نشوف المكون المفيد المغذي اللي المفروض كلنا نستخدمه في اكلاتنا. احنا عملنا منه كذا اكله حطيناها لكم في صندوق الوصف، وكانت كلها اكلات منه صيامي. المكون اللي احنا نستخدمه هو الخرشوف. الخرشوف انا سلقته، كنا مفرزينه مع بعض قبل كده، سلقته كويس جدا وقطعته مكعبات زي ما انتم شايفين، وده شكل الخرشوف اللي احنا كنا مفرزينه. هبتدي بقى ان انا انزل بيه الخرشوف على البصل والفلفل اللي احنا كنا شوحناهم اهو. الخرشوف فيه مضادات اكسده، مفيد لعمليه الهضم، بيخفض الكوليسترول وبيوطي الضغط، الناس اللي ضغطها عالي، بينظم عمليه الهضم زي ما قلنا، فيه مضادات اكسده، يعني بيحمي من عمليه الكانسر. مفيد جدا 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 بصراحة، فيه كمية فوايد لو قعدنا نحكي فيها مش هنخلص الفوايد بتاعتنا. هبتدي بقى ان انا اظبط الملح والفلفل بتاعي بتاع الحشوة، وهقلبهم كده مع بعض دقيقتين، واخر حاجة هنحطها هتكون الزيتون. قلبنا الخرشوف مع الفلفل والبصل، وتعالوا نحط نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، رشة من البابريكا او اللي حابب يحط شطة، وكمان هنظبط الملح بتاعنا. يدوب تقليبه، ونبتدي ننزل بالفلفل بالزيتون، سوري كده. اخر حاجه هنحطها هتكون هي الزيتون، ونطفي النار. خلاص كده الحشوه بتاعتنا جاهزه، وتعالوا نعمل صينيه الجلاش. انا لسه من الجلاش تقريبا نص كيلو، ومعايا الصينيه او الصاج اللي انا هعمل فيه الجلاش. دهنته كويس بالماده الدهنيه اللي تفضلوها، زيت، سمنه نباتي، مش هتفرق، المهم انتوا تكونوا بتستعملوها ومرتاحين لها. هبتدي بقى اخد ورقتين كده زي ما انتم شايفين، واحطهم في الصينيه او في الصاج، ونكمل تاني الجزء اللي فاضي بورقه، نثنيها كده من النص، ونغطي الجزء اللي باقي كده، ونبتدي ان احنا ناخد معلقه من السمنه او من الزيت، وان احنا نوزعها كده على الجلاش، وبالفرشه ان احنا نبتدي نوزع السمنه او الزيت زي ما تحبوا. في ناس بتحب تستخدم السمنه النباتي، في ناس بتحب تستخدم الزيت، دي حاجه ترجع لكم. وزعناه كده، هبتدي ان انا احط ورقتين تاني، وهفضل بنفس الطريقة كده لغاية ما اخلص نص كمية الجلاش. تمام كده اهو، واخد ورق كمان واكمل بيها الجزء اللي فاضي، وبين كل ورقتين بدهن بمعلقه من الزيت او معلقه من السمن النباتي. هفضل كده زي ما قلت لكم لغايه ما اوصل لنص كميه الجلاش، وبعدين نرجع مع بعض. وصلنا لنص كميه الجلاش، وهبتدي بقى ان انا انزل بالحشوه اللي احنا كنا عملناها مع بعض،
اللي فيها الخرشوف. زي ما قلنا الفوائد بتاعته كتيره جدا، تعجبكم ومغذيه جدا للولاد وكمان للكبار. نوزع بقى كده الحشوه بتاعتنا. كنا فرزنا مع بعض الخرشوف وعملنا منه وصفات كتير، كلها هسيبها لكم في صندوق الوصف. وزعنا كده الحشوه بتاعتنا، تقدروا كمان تحطوا زي ما قلت فلفل حراق للناس اللي بتحبه. وتعالوا كده نحط رشة من الجبنة موتزاريلا، والجبنة الموتزاريلا اللي معايا النهاردة هي موتزاريلا كوين. موتزاريلا دي اهي المكونات بتاعتها: بروتين صويا، دهن نباتي، ملح طعام مانع للتكبر، يعني زيها زي فرست. جربها مع بعض النهاردة كده، وحط لكم برضو في صندوق الوصف الصفحة اللي انا جبت منها الجبنة الموتزاريلا اللي هي الصيامي او النباتي اللي هي كوين. نحط بقى كده رشة في النص ونوزعها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده نكمل بقية لفة الجلاش اللي معانا. بين كل رقين من الجلاش هندهن دهنة من المادة الدهنية زي ما انتم شايفين كده. نوزع الجبنة، طبعا الكمية بتاعت الجبنة او الحشوة زي ما تفضلوا. تقدروا كمان تحطوا معاها اي نوع خضار تاني انتوا تكونوا بتفضلوه او ولادكم يكونوا بيحبوه. بس بجد حقيقي الخرشوف طعمه حلو جدا، ما بيبقاش فيه حاجة يعني تضايق الولاد ولا حاجة. وزعنا الجبنة اهو، هبتدي بقى ان انا اكمل بقية لفة الجلاش اللي معايا. بين كل رقين زي ما قلنا هنحط دهنة من المادة الجلاش بتاعتي، ودهنت اخر وش اهو بالسمنة او باي مادة دهنية، وقطعتها زي ما انتم شايفين التقطيعة اللي تناسبه. طيب تعالوا دلوقتي نشوف هنسقي الصينية بتاعتنا بايه. هنركن الصينية كده معانا على جنب، ومعايا هنا كوباية من المية السخنة، هحط عليها مكعب من ملعقة الخضار. وتعالوا كده نشوف، احنا كنا عملنا مع بعض لبن جوز الهند، لو متوفر عندكم ومش متوفر برضو نفس الصفحة اللي انا جبت منها الجبنة موتزاريلا عندهم لبن نباتي سيومي اهو سنكراس، ده لبن جوز هند باودر، ده ربع كيلو العلبة دي. هبتدي بقى ان انا اجيب كوباية المية السخنة اللي فيها مكعب المرقة بتاعت الخضار، وهبتدي اخد كده معلقة كبيرة من اللبن الباودر الصيامي ده، وابتدي ان انا اقلبهم كويس واظبط احط عليهم شويه ملح وفلفل. ونخلي بالنا من الملح علشان الحشوه بتاعتنا فيها زيتون، واحنا كمان حاطين فيها ملح، ومرقه الخضار كمان بتبقى مملحه. هدوبهم كويس بقى كده، ندوبهم وبعد كده نرجع نسقي بيهم الصينيه بتاعتنا. وادي الخليط اللي هنسقي بيه صينية الجلاش بتاعتنا. نبتدي بقى ناخد كده بالمعلقة ونوزع السائل ده او التشريبة دي لصينية الجلاش اللي معانا، نوزعها كده على كل مكان فيها. هندخلها على فرن تكون سخنة درجة حرارة 180، تاخد لون من فوق ومن تحت، وبعد كده نحنا نطلعها. صينية الجلاش اهي بعد ما طلعت من الفرن شايفين لونها تحفة وريحتها خطيرة جدا. سيبها تبرد شوية وبعد كده نبتدي ان احنا نقطعها. وبكده نكون عملنا صينية الجلاش اللي بالخرشوف، وحطينا كمان فيها الجبنة الموتزاريلا الصيامي واللبن الصيامي. تعالوا اوريكم هي بس سخنة شوية، انا حبيت بس اوريها لكم. شايفين لونها كمان من تحت عامل ازاي، والحشوه فيها والجبنه بتمط. الجبنه حلوه جدا جدا بجد، اتمنى ان انتوا تجربوها. هحط لكم اللينك بتاع الصفحه اللي جبت منها الجبنه واللبن الصيامي في صندوق الوصف، وكمان هحط لكم كل الوصفات اللي عملناها بالخرشوف قبل كده. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وسريع وتنفذوه ويعجبكم ويعجب الولاد. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد. باي باي.